انت عبد اللطيف قول لنا كيفاش داز هذا الاعصار هذا. السلام عليكم، الاسم عبد اللطيف من مدينه الدار البيضاء في المغرب. حنا كنتواجدوا في اورلاندو، داز عندنا البارح الاعصار اللي سميتو ايرما. يعني كانت تبارك الله اعصار قوي قوي، يعني كاين شي محل كاين شي اماكن ضروا مزيان، وحنا دابا في محل ديال واحد الاخ تونسي سميتو العيالي، كنتسناو الضو يجي مشى وكنتسناو باش نجلسوا شويه نجلسوا مع الاحباب ونتكلموا معهم، وكنتمنوا ان شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وكل شيء يعني سيف. شكرا شكرا سي عبد اللطيف. فين بلاصه انت في المغرب سي؟ قلت لك انا من الدار البيضاء. من الدار البيضاء، شي تحيه للناس ديال الدار البيضاء وطمئنهم عليك. سيدي كنشكر جميع المغاربه بالمغرب والاحباب والاخوان، سولوا فينا نشكرهم بزاف، شافونا كيفاش عاملين كيفاش يعني داز هذا الاعصار وداز بكل سلام الحمد لله. الحمد لله الله. الحمد لله شكرا سيدي، وتهلاو لي فريسكم والسلام على المغاربه كلهم في المغرب. الله يحفظك شكرا بارك الله فيك. معنا السي عصام يعاود لنا على الاعصار واش خلعوه ولا ما خلعوش. السلام عليكم، عصام نوري من الدار البيضاء، عايش هنا في اورلاندو بين 18 years. This is هذا اول مره تنتخلعوا بزاف من هذا الاعصار، والصراحه كان كبير بزاف النتيجه ديال البرد اللي نحن داخل الدار وتسمع بان الجاج تحس بيه تترعد حسك قلبنا الجاج. تخلعتي شي شويه سي عصام؟ بزاف. الحمد لله على الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك اخاي، وانت تشوف باقا الدنيا مقلوبه كاع الضوا ما خدامينش، لكن باش يعجبوك هنايا الناس دايره خدمتها. شوف فوا سال هذاك الشيء البشر كلشي خرج، بدا البوليس الفار ديبارتمنت كلشي داير خدمته، والحمد لله حنا بعدا جينا في البلاد اللي امنه واخا داز هذا الاعصار الحمد لله. شكرا سي عصام بارك الله فيك. الان حنا كنتواجدوا بواحد المقهى عربي، يعني نقولوا هذا المقهى هذا راه تونسي مغربي، لان المغاربه كيجتمعوا هنايا. هو صاحب المقهى بغينا ناخذوا الاعتصامات ديالو، شنو واش كيفاش الضو هذا اللي مشى ليه؟ واش هو سعيد بالضو هذا اللي مشى ولا لا؟ سي رؤوف الضو مشى عندك ما بقاش عندك الضو ياك؟ ما عندناش الضو والله. الحاجه الوحيده اللي الحمد لله معناها كل شيء داز على خير، والحمد لله ما فيش اضرار شويه يعني، المكيفات ما خدمتش وعلى على الالكتريسيتي صافي. تاثر شويه البزنس ديالك بهذا الاعصار؟ الحمد لله اللي جاي من عند ربي هذاك هو، وهذه حاجه ربي يعني احنا نحمدوه على كل شيء. شوف الدليل لان الناس كتحبك يا سي رؤوف، واخا ما كاينش الضو الناس جالسه. الحمد لله هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله شكرا سي رؤوف، ان شاء الله نتمنى ان الضو يرجع قريبا ان شاء الله باش نستمتعوا اكثر بالجلوس في هذا المكان ديالك. مرحبا بك. شكرا، هذا هو المكان. عوده الى الجو العام، ترى الامور كلها عادت الى يعني طبيعتها كما كانت من قبل. هذا هو الجو العام. إذا كنا مع ارتسامات بعد المواطنين بمناسبة الإعصار هذا. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.